استاذ طلال الانصاري، خدنا فاصل ونسينا في الفاصل الاول ان نقول لك كل عام وانت بخير، وهذا اول عيد بعد خلع حسن مبارك، فيعتبر اول عيد سعيد. وبالنسبه للحكم الاعدام، انا كنت عارف اللي هو اتحكم حضرتك على حضرتك بالاعدام، وكان في صداقه بين والدك والراحل انور السادات، ممكن تحكي لنا نبذه عن هذه المفاوضات التي حدثت؟ هذا يستدعي الكلام عن ظروف تخفيف حكم الاعدام والتي لغط فيها الكثيرون، وكانت من المسائل التي خاض فيها الكثيرون دون علم ودون يقظة ودون تدبر. والحقيقة أن السادات تعرض لضغوط أدبية كثيرة كانت هي السبب وراء تخفيف حكم الإعدام، حيث كان السادات يتأثر تأثرا كبيرا بالألمان، لأن علاقة السادات بالألمان علاقة قديمة يعرفها الكثيرون. كانت لوالدي عليه رحمة الله زوجة ألمانية، وكانت في حالة تأثر شديد لصدور حكم الإعدام، فكانت أستاذة في إحدى جامعات ألمانيا في حينها، فخاطبت منظمات حقوق الإنسان والسياسيين الألمان، كما خاطبت السفارة المصرية هناك في ألمانيا، وخاطبت السفارة الألمانية في القاهرة، وأثارت جوبعة وضجة إعلامية وصحفية كبيرة، كان لها أثر بالغ على السادات في قراره تخفيف حكم الإعدام. من ناحية أخرى، كانت هناك بعض الظروف الأخرى، حيث تمكن والدي وكان وقتها يشغل منصبا كبيرا في الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو كان التعبير السياسي الوحيد الموجود في مصر، وكان من أحزاب السلطة في وقتها، وكان عضوا بارزا في جميع الأنشطة الأدبية الموجودة في مصر، وكان أديبا لامعا، وكان على رأس الحركة الأدبية في اسكندرية، واستطاع بهذه الصفة أن يقابل أنور السادات مرتين، وتحصل منه على وعد بتخفيف حكم الإعدام. أما السبب الآخر، فقيل لي بعد أن انتهت المحنة وظروفها أن تمكن عادل إمام، وكان وقتها نجما لامعا بادئا عالمه التمثيلي والفني، كان يحب أن يجامل والدي كثيرا، فخاطب جيهان السادات في هذه المسألة وطلب منها السعي لدى السادات لتخفيف حكم الإعدام. هذه واحدة. من ناحية أخرى، ثلاثة من كبار أدباء مصر، وهم توفيق الحكيم وثروة أباظة ونجيب محفوظ، الثلاثة كانوا على صلة وثيقة بوالدي، وكان زميلا لهم في اتحاد كتاب مصر، وكان أديبا معروفا وقتها وشاعرا لامعا، فمجاملة له خاطبوا أنور السادات في مذكرة شهيرة وطالبوه بتخفيف حكم الإعدام عني، تقريرا لوالدي عليه رحمة الله تعالى عبد المنعم الأنصاري. أيضا تمكن والدي عليه رحمة الله من الاقتراب من بعض رجال السادات، ودفع لهم مبلغا ماليا كبيرا في حينها حتى يتوسطوا لدى السادات في تخفيف حكم الإعدام. هذه الأسباب مجتمعة كان لها أكبر الأثر في الضغط الأدبي على السادات، واضطر السادات هروبا من هذا الضغط الأدبي أن يتخذ قرارا بتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد، وهذا أذاني وأضرني إيذاء شديدا، لأنه كان على غير رغبتي، حيث كانت رغبتي الحقيقية في أن أشارك زميلي الدكتور صالح سرية وكرم الأناضولي هذا الشرف الرفيع الذي نالاه باستشهادهم في سبيل الله. هذا أمر قد آن الأوان أن يعرفه الجميع، وهي ظروف تخفيف حكم الإعدام. ولم يفعل السادات ما كان يفعله الملك حسين ملك الأردن الراحل، حيث كان يقوم بتخفيف حكم الإعدام في جميع القضايا السياسية إلى 10 سنوات كمرحلة أولى، وبعدها بسنة
يصدر قرارا اخر بالافراج الفوري عن المحكوم عليهم جميعا. لم يفعل السادات هذا، انما هرب من الظروف التي مورست عليه، هذه الضغوط التي كان لها تأثير كبير عليه، هرب الى نقل الاعدام الى المؤبد، ولعله ابقاني على ما كنت عليه من الحكم حتى انال شرف الاستشهاد العظيم. هذا عن ظروف تخفيف حكم الاعدام. طب اما بعد ما خفف الاعدام، طب هناخد فاصل ونعود على تفاصيل زمايل حضرتك في كان واقع عليهم ايه بقى. شكرا، ناخد فاصل.